وللتعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشانش. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. بداية، لا شك أن الفلسطينيين في العراق عانوا بعد الاحتلال الأمريكي في عام 2003، لكن كيف تقرؤون تزايد الانتهاكات ضدهم في الفترة الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية، أنا حقيقة يجب أن أوجه الشكر لقناتكم بسبب تسليط الضوء على هذه المعاناة التي للأسف لا أحد يتطرق لها رغم عمق المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في العراق منذ أن تم احتلال العراق عام 2003 وحتى يومنا الحالي. بلا شك أن الأزمة مستمرة وأن استمرار الاستهداف للفلسطينيين في العراق مستمر منذ الاحتلال الأمريكي وحتى الساعات هذه التي نتكلم فيها. هناك مشروع منذ البداية، نحن نتحركنا في هذا الموضوع منذ بدايته وقلنا أن هناك هدف غير معلن وهو أن يكون هناك تفريغ للعراق من أي فلسطيني موجود ومن أي ارتباط بهذه القضية المركزية لجميع الأمة العربية والإسلامية. هذا الأمر حقيقة لم يعالج للأسف وتم إهماله، وحتى اليوم نحن نشعر بهذا الإهمال، ونتيجة هذا الإهمال نحن نرى هذه المعاناة وبهذه الأشكال المختلفة، سواء بالقتل الذي تم. نحن لا ننسى أن هناك 400 شهيد فلسطيني تم قتلهم لا لشيء إلا لأنهم فلسطينيون. طيب، الأنباء تتكلم عن اعتقالات وتعذيب للفلسطينيين داخل السجون في العراق، برأيكم يعني هذه الاعتقالات تتم بمعرفة الدولة أم الميليشيات؟ يعني نحن ذكرنا ذلك في أكثر من تقرير، ليس لنا فقط، حتى المنظمات الدولية ذكرت أن هذه الميليشيات التي تم إدماجها في قوات الأمن هي التي تمارس نفس الدور سابقا كانت تمارسه باسم الميليشيات الطائفية، وبعد أن تم دمجها في القوات الأمنية الحكومية أصبحت تمارس هذا الدور تحت غطاء القانون ومظلة الزي الرسمي لقوات الأمن العراقية. وبالتالي نحن اليوم لدينا ما يقرب من 50 معتقل فلسطيني موجود في سجون القوات الأمنية العراقية للأسف، وهؤلاء جميعهم تم التحقيق معهم بالتعذيب والكهرباء والضرب وجميع أنواع الانتهاكات بحقوقهم، وانتزعت منهم اعترافات في ظل هذا التعذيب، وللأسف تم محاكمتهم على أساس هذه الاعترافات، ولا يوجد أي رقيب دولي أو حتى محامي يدافع عنهم، لأنه لا أحد يستطيع في العراق أن يدافع عن الفلسطينيين كونها تهمة بالأصل. يعني المحامي الذي يريد أن يتوجه إلى القوات الأمن العراقية لأجل أن يدافع عن أحد الفلسطينيين فإنه سيكون متهم بدعم الإرهاب. طيب، هل تعتقدون أن زيارة الرئيس محمود عباس للعراق يمكن أن تحل هذه الأزمة التي يعيشها الفلسطينيون في العراق؟ وهل يمكن أن يضغط للإفراج عن المعتقلين أم لا؟ يعني هذه ليست أول زيارة لمسؤول فلسطيني رفيع للعراق. نحن نذكر في عام 2007 كان هناك موفد من رئاسة السلطة الفلسطينية إلى العراق، وتم اللقاء مع الرئاسة العراقية في ذلك الوقت مع رئاسة الوزراء، وعام 2012 كان هناك زيارة للرئيس، وكان هناك آمال يعلقها الشعب الفلسطيني على مثل هذه الزيارات، ولكن للأسف لم يكن هناك طرح لهذا الملف. وكان الأمر يعني حسب ما سمعنا أنه حتى عندما المسؤولين الفلسطينيين يسألون المسؤولين العراقيين كان يتم الإجابة بأن هناك قضاء يأخذ مجراه في التحقيق والإجراءات والقضاء مستقل، وللأسف الكل يعلم أن القضاء في العراق هو قضاء غير مستقل وأنه يخضع للميليشيات وأنه يخضع للانتهاكات كثيرة. ليس نحن من نقول هذا، بل كل التقارير الدولية تتحدث عن حجم الانتهاكات الكبير الذي يعاني منه جميع المعتقلين من أبناء العراق أنفسهم.
فما بالك بالفلسطينيين. بالحديث عن الانتهاكات ضد الفلسطينيين، الأنباء تحدثت عن مقتل فلسطينيين اثنين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال الصهيوني غربي رام الله. كيف ترون تزايد وتيرة الاعتداءات الصهيونية في الفترة الأخيرة؟ يعني أنا اسمح لي أن أقول أن القوات الاحتلال الصهيوني عندما رأت ما يحدث من انتهاكات للشعب الفلسطيني في الدول العربية بهذه الطريقة مثل ما جرى في العراق من انتهاكات، الاحتلال الصهيوني تغول على أبناء شعبنا لأنه بات يشعر أنه لا حسيب ولا رقيب أمامه، خصوصا وهو يرى حجم ما يحصل من انتهاكات في الدول العربية من قتل وتشريد وما يحصل في كل المنطقة التي نعيش فيها، وبالتالي العدو الصهيوني تغول على أبناء شعبنا وبات يقتل بدم بارد، وشاهدنا كيف تم قتل شابين بدعوى أنهم قاموا بعملية دهس للجنود دون أي محاكمة ودون أي دليل يذكر. كيف يمكن يعني كيف ترون التعاطي العربي في الفترة الأخيرة مع القضية الفلسطينية، وهل يمكن يعني للفلسطينيين أن يعولوا على الحراك العربي في حل قضيتهم أم لا؟ يعني منذ بداية النكبة الفلسطينية عام 1948، وللأسف نحن نرى أن الموقف العربي الرسمي هو موقف حقيقة لا يعول عليه مطلقا. الشعب الفلسطيني إنما يعول على الشعوب العربية والإسلامية، هي العمق الحقيقي وهي السند الحقيقي للشعب الفلسطيني، خصوصا أن هذه القضية قضية فلسطين قضية مقدس، قضية القبلة الأولى، قضية المسجد الأقصى، هي لا تهم الفلسطين وحدهم ولا تهم العرب وحدهم، بل تهم كل الأمة الإسلامية. لذلك نحن نعول على الشعوب الإسلامية أن تقف مع الشعب الفلسطيني، ولا نعول مطلقا على الموقف العربي الرسمي. لذلك نحن نرى اليوم الهرولة باتجاه التطبيع للأسف مع هذا العدو، بل أن اعتراضا من أجل عدم تضمين بيان الاجتماع البرلماني العرب في عمان، من عدم إدراج بند يتحدث عن استنكار التطبيع مع العدو الصهيوني، هذه الهرولة واضح أن الموقف العربي الرسمي في تراجع، ولكن أنا يعني لدينا يقين بأن الموقف الشعبي سيستمر في هذا الدعم، وسيستمر في دعم أبناء شعبنا الفلسطيني في الصمود بوجه هذا الكيان حتى التحقق والعودة إن شاء الله. رئيس مؤتمر فلسطيني تركيا محمد مشيندش كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.